مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من رمضانيات. اليوم بدنا نحكي عن احد المشروبات المشهورة في رمضان واللي إلها رونق خاص في رمضان واللي بحبوها ناس كتير في رمضان، مشروب قمر الدين. قمر الدين من المشروبات اللي كتير مشهورة. طبعا قمر الدين اللي ما بيعرفها هي عبارة عن رقائق المشمش المجفف، الأبريكوت، المشمش المجفف بنشفوها بطريقة عبر بالمنزل أو بتباع في المحلات، وبيشتروها الناس وبنقعوها بالماء وبيضيفوا عليها السكر وماء الزهر وتشرب كمشروب أو تصنع منها حلوى خلال شهر رمضان وتسمى حلوى، هي زي المهلبية كذا بس إلها طبعا طعم المشمش الخاص فيها. ليش سميت؟ هي تشتهر في منطقة الشرق الأوسط، وسميت قمر الدين نسبة إلى حاكم في بلاد الشام كان يسمى قمر الدين ويحب المشمش، وهذا السبب اللي انتشرت بهذا الاسم، فهي ليست لها أي بالمشمش. طبعا يضاف إليها زي ما حكينا الماء وماء الزهر، وأحيانا الناس بيضيفوا ماء الورد وأمور أخرى وتعطي نكهات ورائعة، وتشرب دائما، يعني كثير من الناس بيشربوها لأنه طعمها مستصاغ ولذيذ وخاصة للأطفال، ولكن في ناس للأسف اللي خاصة اللي عندهم مشاكل في السكر يمنع من شرب هذا. ليش؟ لأنه هي عالية بالسكر. طبعا عادة تصنيعها بتوضع تحت الشمس وإلها طريقة وتتبخر، طريقة شوية صعبة بناش ندخل فيها، ولكنها من الطرق الغريبة في تجفيف هذا المنتج اللي طبعا مشهور في كثير من المناطق في منطقة الحوض البحر الأبيض المتوسط، وهذا الخليط طبعا يدهن بزيت الزيتون ثم يعمل رقائق وتوضع هذه الرقائق فوق بعض وتباع في رمضان في أي فصل كانت، لأنه ممكن تحفظها لمدة طويلة. طبعا له فوائد كثيرة، خلينا نتكلم عن الفوائد تبعت هذا العصير أو هذا الرائع. أهمها أنها هي جيدة للجهاز الهضمي. شوفوا معظم العصائر اللي نشربها ممتازة للجهاز الهضمي وخاصة الإمساك، فهي تمنع الإمساك زي ما حكينا بعرق السوس وقمر الدين نفس الشيء يمنعوا الإمساك، وهذا من المهم جدا. ليش؟ لأنه الناس في شهر رمضان ما بيشربوا سوائل كتير، فمعظم الناس بصير عندها إمساك، فشرب هذه العصائر بتسهل من عملية الهضم وبالتالي عملية الإخراج فتمنع الإمساك. لكن هي تعتبر مصدر عالي كمان من الألياف، وهذا مهم جدا جدا وخاصة الألياف القابلة للذوبان. طبعا مهم جدا أيضا للحد من ارتفاع الكوليسترول الضار اللي هو LDL، وهذا طبعا عن طريق محاربته بالألياف القابلة للذوبان زي ما حكينا. القمر الدين يعتبر غني بالكالسيوم وكثير من البوتاسيوم، سوري البوتاسيوم وكثير من الفيتامينات، في حوالي 8% من فيتامين سي، حوالي 3-4% من فيتامين بي 1 اللي هو جيد جدا للجسم وخاصة الجهاز العصبي، مهم أو قوي وجيد جدا للقلب والوقاية، وخاصة اللي عندهم فقر دم هدول الأنيميا، هذا رائع جدا لفقر أو محاربة فقر الدم، فبالتالي هو مصدر للحديد ويعتبر في نسبة عالية من الحديد. طبعا بالتالي هو بعزز جهاز المناعة والوقاية من الالتهابات، وليس مضاد للأكسدة ولا الالتهابات، ولكنه بعزز جهاز المناعة وبالتالي ممكن أنه يقوي المناعة ضد الالتهابات. في فيتامين A زي ما حكينا، C B1 وفي فيتامينات أخرى، وهذه جيدة جدا لحماية الجلد والبشرة ونضارتها. السعرات الحرارية فيه شوية عالية، فبالتالي هو بعطي طاقة، عشان هيك يفضل إعطاءه للأطفال عشان يعطيهم مصدر للطاقة خاصة خلال فترة الصيام. هذا مهم جدا جدا. والأهم شيء أو آخر شيء خلينا نحكي فيه اللي هو فقر الدم، سوري فقر الدم، هذا زي ما حكينا أنه مهم جدا بنسبة الحديد وبيخفف من
آثار فقر الدم، وبالتالي ممكن أنه يكون معوض للحديد. في النهاية بدنا نحكي عن موضوع هشاشة العظام، لأنه حكينا في كالسيوم فهو ضروري جدا لسلامة العظام وتقويتها، وبالتالي السيدات والناس اللي عندهم هشاشة عظام جيد جدا وينصح لهم باستخدام هذا المشروب. مرة ثانية كل عام وانت بخير، تابعونا في رمضانيات ونراكم في حلقة أخرى. سلام للجميع.